الآن إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان الشيخ جراح اللعب بالنار، وكتب هذا المقال الصحفي الفلسطيني إياد الجرة الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. أستاذ إياد، أهلا بك معنا. أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم. أسعد الله أوقاتك أيضا. من الذي يلعب بالنار في حي الشيخ جراح، وما الذي يجري تحديدا؟ الاحتلال الإسرائيلي هو من يلعب بالنار في حي الشيخ جراح. السلوك الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بترك هؤلاء المستوطنين ليقوموا بما يقومون به في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على عدد من المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح، هذا زاد من التوتر بشكل كبير جدا، ويمكن أن يعيد نفس الكرة بما حدث في مايو الماضي عندما حاول المستوطنون الذهاب إلى حي الشيخ جراح ومحاولة إخراج تهجير المواطنين الفلسطينيين بقرار من حكومة ومحكمة الاحتلال الإسرائيلي. الأجواء الموجودة حاليا هي مشابهة لما كان في شهر مايو الماضي، لذلك يمكن اعتبار أن ما يحدث أجواء مشابهة. أستاذ إياد، ولكن هل الطرف الفلسطيني، وأقصد هنا تحديدا المقاومة الفلسطينية وحتى الجانب الإسرائيلي، هل هما معنيان بتجديد المواجهة العسكرية برأيك؟ هذه المعادلة الصعبة التي تحدثت عنها. الإطار العام، هناك قضيتين مهمات. القضية الأولى أن الوضع الداخلي الإسرائيلي يلعب دورا سلبيا فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث، بحيث أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يزاود على اليمين الأقل تطرفا إذا ما صلح التعبير، فيما يتعلق بأنه يظهر مثل المستوطن عضو الكريست الاحتلال الإسرائيلي بن عفير الذي يريد أن يحرج بنت، بحيث أنه أيضا بنت بنفس الوقت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع هذا الموقف مقابل ما سمي بعملية الإخلاء في منطقة جنين شمال الضفة الغربية لأحد التجمعات المستوطنين، ويتم إرضائه بالسماح له بالذهاب إلى حي الشيخ جراح. حي الشيخ جراح تحول إلى رمز في هذا الإطار، وهو هذا مرتبط بالمعادلة الثانية، أن المقاومة بعلمي لديها قرار بأن الاحتلال الإسرائيلي إذا ما ذهب إلى نفس الحدث الذي حدث في ليلة 28 رمضان الماضي، يمكن أن يتكرر نفس ما حدث في سيف القدس والذهاب إلى الرد على الاحتلال الإسرائيلي بإعادة الكرة والذهاب إلى سيف القدس 2. هذه المعادلات الصعبة تقول أن طرفي المعادلة المقاومة لا ترغب بالتأكيد بالذهاب إلى مواجهة إلا إذا توفرت هذه الأسباب، وبنفس الوقت الإطار العام لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، السياسة العامة يمكن أن نسميها، وخاصة الجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة، هو الآن في حالة جبن بالذهاب إلى هذه المواجهة. تجربة سيف القدس كانت تجربة قاسية على الجيش الإسرائيلي بكل مكوناته، زعزعت الجبهة الداخلية من خلال المظاهرات التي حدثت في اللد والرملة وغيرها ويافا والمدن الفلسطينية المختلطة بين قوسين داخل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الحراك بالضفة الغربية، إضافة إلى قصف تل أبيب والقدس والمواجهة التي حدثت من قطاع غزة ودور المقاومة في قطاع غزة. هذه المعادلات الموجودة اليوم هي تعطي لنا إطار، لأنه إذا كانت الأجواء الملائمة الموجودة المناسبة خلال الفترة القادمة بما حدث في مايو الماضي، يمكن أن تتكرر بمعنى سيف القدس 2 إذا صلح لنا أن نطلق عليها سيف القدس 2. لكن بالإطار العام كل الأجواء الموجودة أن هناك لعب بالنار يتم من قبل المستوطنين بأهداف شخصية ومكاسب حزبية نحو توتير الأجواء في حي الشيخ جراح ومدينة القدس، وهو بالمناسبة ما يحدث كل ليلة، ومحاولة أيضا اقتحام المسجد الأقصى وهي بنفس الإطار. هنا في هذه النقطة أستاذ إياد تحديدا، المقاومة الفلسطينية أساسا كيف تتعامل مع هذه التطورات؟ أقصد هنا أنه لا يوجد فقط من خيار سوى الخيار العسكري للتعامل مع ما يجري من استفزازات إسرائيلية لأهالي حي الشيخ جراح أو غيره من الأحياء في مدينة القدس، أم ربما هنالك المزيد من الخيارات يمكن البناء عليها أو الذهاب إليها من قبل المقاومة؟ شوف، هذا الأمر مرتبط أولا بوحدة المقاومة، وهنا المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والمقاومة المسلحة في غزة والضفة الغربية، هذا عنصر مهم. الذهاب إلى مواجهة عسكرية هو أنه كما يقال آخر العلاج الكي، وهذا لا ترغب به كما قلت المقاومة، لأنه أيضا يترتب عليه ما يمكن أن نسميه تضحيات وغيرها، لكن هي جاهزة ولا يمكن لها أن تترك الاحتلال الإسرائيلي ليستبيح حي الشيخ جراح، وهذا أمر مهم ويجب أن نلتفت له، وهذا إجراء وموقف قيمي. الجانب الثاني أنه قيادة المقاومة درست كل الخيارات الموجودة
وجدت أنه، وهذا بالتأكيد موجود بناء على معلومات وغيرها، أن الخيار العسكري هو الطريقة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال الإسرائيلي. وأنت تعرف أن الأثار التي أحدثتها معركة سيف القدس لا زالت بتقدير باقية، وأن الجراح التي أحدثتها في كيان ومنظومة الاحتلال الإسرائيلي الذي ذهب إلى صياغة أسئلة كثيرة تتعلق بتركيبة الجيش الإسرائيلي، تتعلق بالأسلحة الموجودة، تتعلق بالقبة الحديدية، تتعلق بما سمناه صناعة الوعي التي حدثت خلال معركة سيف القدس، بأنه اليوم أصبح الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما أنه غزة أو المقاومة في غزة ليست فقط لتدافع عن غزة، أصبحت المقاومة اليوم هي موجودة بالضفة الغربية وفي القدس، والهتاف الذي خرج حط السيف قبال السيف إحنا رجال محمد ضيف أصبح اليوم أيضا حط السيف قبال السيف إحنا شعب محمد ضيف. محمد الضيف هنا ليس شخص، هنا رمز، رمز للمقاومة الفلسطينية يردد ويهتف له في إسطنبول وفي بيروت وفي عمان وفي القاهرة وفي اللد والرملة وعلى الحواجز في الضفة الغربية وفي قلب مدينة القدس وفي المسجد الأقصى. هذا يعطي ويؤكد أن المقاومة ليست للبناء في غزة فقط، بل أن المقاومة أيضا دورها الدفاع عن المسجد، وإلا ما فائدة كل المقاومة إذا استبيح المسجد الأقصى أو هجر حي الشيخ جراح طيب أو حي سلوان أو استبيح مخيم جنين؟ إذا ما تصاعدت الأحداث سواء في مدينة القدس أو غيرها دائما ما يدور السؤال عن رد المقاومة الفلسطينية، لكن ماذا عن السلطة الفلسطينية، خاصة أنك تتحدث أيضا عن ضرورة مواجهة شعبية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة بشكل كامل؟ شوف، هذا الملف المؤلم. السلطة الفلسطينية موقفها ضعيف على الصعيد السياسي، موقفها بالضغط على صعيد استخدام الأدوات الخارجية، السفارات والدبلوماسية وغيرها، يكاد يكون صفر. الأمر الآخر أن السلطة لديها موقف واضح، هي لا ترى بمثل، أولا لا تؤمن بالمقاومة المسلحة بمعنى تحيد غزة، وهذا خطير جدا. الجانب الثاني أنه أيضا المقاومة الشعبية بالنسبة له في الضفة الغربية هي غير مقبولة، حتى المقاومة المسلحة طبعا بالأساس هي ممنوعة، لكن أيضا المقاومة الشعبية اليوم، وأنت تشاهد موقف السلطة في بيتا وجبل صبيح وغيرها من المناطق الضفة الغربية، لأنه هي تتبنى سياسة أنه كل هذه الإجراءات هي لا تفيد، وأن المقاومة لا تجلب إلى الدمار بالنسبة للسلطة بهذا الإطار، وأنه لديها معلومات ولديها يمكن أن نسميه تخوفات، ولديها تقارير مخابراتية عربية ودولية تقول لها أن قوة المقاومة وتحركها في معركة سيف القدس قوى، وهذا ما قالته بالمناسبة استطلاعات الرأي الجماهيرية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، قالت أنه الطريقة الوحيدة لمواجهة الاحتلال هي المقاومة، وأنه هذا يؤدي إلى ارتفاع شعبية فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهذا يهدد كيونة السلطة بالضفة الغربية. فالطريقة الأمثل للسلطة في الضفة الغربية هي أن لا تدعم مثل هذه التحركات. الموقف الأخير أنه حينما تحدث عن المسجد الأقصى مثلا الذي تدير الأردن بشكل أساسي، السلطة ليس لها دور بهذا الموضوع. أيضا دعم حي الشيخ جراح وغيرها من المنازل المهدمة، أهالي القدس يقولوا أن الدعم صفر. أشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر سكايب، إياد القرة صحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.